الأستاذ عدلي ساب كوباية الشاي اللي بيحبها وقام مستعجل. ميرفت ما راحتش بروفة فستان الفرح، والأستاذ معتصم ما كملش الكتاب اللي كان نفسه يخلصه، وهاني ساب مروة ومشي بسرعة، ومروة مشيت وسابت الهدية. مدام وفاء بعد ما طلبت الأغنية قامت وما سمعتهاش. وائل وزيزو ما كملوش دور الطاولة مع إنهم مترهنين، لأن في الوقت ده معاد برنامج السادسة على قناة الأهلي. السادسة من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة مساءً على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.